اليوم غنعاود لكم قصتي. انا امراه مغربيه، دابا انا داخل السجن، تديش على واحد العقوبه انا اللي درتها، دوز دابا 9 شهور وانا محكومه بخمس سنوات تجاره في المخدرات. شديت واحد خلى لي بلان، جاو داوني من الدار صافو، انا تحكم بخمس سنوات. انا كنت مجوجه بواحد الراجل كيدير هذا الشيء، ما عندي حتى علاقه بهذا الشيء. قالوا لي عارفين نخرج عليا والو، تليفون عطيته لواحد مشى تقدم عند واحد جابني، اطمع يعطيني واحد المبلغ ديال المال صافي. هادشي فاش طمعت، كون كنت انايا عندي حرفه وخدامه ما غنطمعش وما غندخلش راسي في هاد الامور. انا ندمت بزاف وندمت على هادشي اللي درت خايب واللي درت في الناس، وانا دابا انا كنطلب من الله انني ما نرجعش وكنتعلم باش نستافد ونخرج نعاود حياتي. وعندي جوج وليدات خليتهم مع خالتي، ولدي عنده 13 عام وبنتي عندها 8 سنين. رجعت بيا الوقت معمرني ندور بداكشي وما نعاودش نديرو. وانا اديت الناس وانا ما خصنيش اديت، انا ما نبغيش اللي ادي ليا ولادي بحال كان ادي ولاد الناس. وانا غلطت بزاف وندمت بزاف، وكنت مني ترجع الوقت للور ما نعاودش ندير هادشي. ندمت بزاف، وانني خليت جده مرا كبيره وما عندهاش اللي مقابلها، واختي مريضه ولادي ما مقابلهم ليا. خالتي توحشت ولادي، كيضرني انني خليت ولادي وانني انا اديت ولاد الناس، وندمت على هادشي اللي درت. وانا دابا هي كنعاود ندمج حياتي، واستفدت من هاد الجلابه وشديت الدبلوم ديال الخياطه عندي ديال الطرز، اللي تا هو غنستافد منه ان شاء الله من نخرج ما نبقاش نعاود هادشي. وكنطلب من الله يسمح ليا. كنطلب من اي امراه مغربيه في هذا النهار انها تشوف حياتها وما ديرش الاغلاط وتجلس على ولادها وما ديرش هادشي اللي حنا غالطين وكنضيعوا في حياتنا. وكاينين سونتر، لان بنادم اللي ما قاريش يدير يقرا السونتر ويخرج يخدم به. وانا غلطت وما كنبغيش بنادم يغلط، انا رفقتي ومن يخرجوا عليا. كنطلب ان الناس يديروا عقلهم، والمراه المغربيه انها دير عقلها وما تستناش البنادم اللي غادي في واحد الطريق خايبه. كنقول للبنت انها ما تطمعش، حيت الطمع كيقدر يوقعوا شي حاجه اللي ما بحال يوقع لي انا. خمس سنين كنضيعها من حياتي على والو، طبعت على جوج ما شديت لا فلوس لا والو، تليفون عطيته انا كنضيع في خمس سنين من حياتي. عائلتي تشردت، انا تشردت، ولات عندي سمعه خايبه. كنطلب من الدري ان المراه انها ما تطمعش وتعيش بالقليل وتحاول دير شي حاجه في حياتها، شي سونتر شي حاجه اللي يعاونها. ملي غنخرج كنفكر كاينين هنا كيعاونونا، غنمشي لاعاده ادماج السجناء، مؤسسه كيعاونوك في محل كيساعدوك انك كتخدم كيخدموك. غنخرج غنمشي عندهم ان شاء الله ونعاود حياتي، وجو شوفوني غتلقاوني مزيان. كانت هذه هي حياتي، تقاسمتها معاكم، وكنتمنى لكم تاخذوا العبره باش ما يوقعش لكم بحالي.